السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس عبير سمير. بيتجدد لقائي مع طلاب الصف السادس الابتدائي علشان نكمل مع بعض شرح دروس منهج الساينس. طبعا أنا بدأت معاكم كده، خلصنا على تو بارتس أو على جزئين، ليسون 1 اللي بيتكلم عن الليفر، وخدنا يعني إيه التايبس أوف ليفر وأنواعها، وإزاي ديترماين البوزيشن ونحدد أماكن الإف والأو والآر اللي هما الإفورت فورس والفولكروم والريزيستنس، وازاي نعرف التايب اوف ليفر ان كانت فيرست ولا سكند ولا ثيرد. النهارده هنتقابل مع ليسون 2 من يونت 2، وهو اخر ليسون في اليونت دي، وهو ليسون قصير جدا 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 مش مستاهل تقسيم يعني، فاحنا هنخلصه على الفيديو ده على طول ان شاء الله. الدرس ده بيتكلم عن حاجه اسمها لو اوف ليفر. لو اوف ليفر، اللو يعني بانت ان احنا في حاجه هتتحل، بس هي مساله سهله جدا جدا جدا. بمعنى ان احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا، انا هقربها لكم كده عشان تبان، ان انا معايا ليفر، ما عندي ليفر اهي، فالمفروض عايز اعرف الليفر دي بتعمل كونسيرف للايفورت وسيف ايفورت وبتوفر مجهودي ولا لا. ففي شويه ديفينيشنز كده هنعرفها، يعني احنا اتعلمنا في ليسون 1 يعني ايه ايفورت فورس الاف، ويعني ايه ريزيستنس فورس الار. يعني انا عارفه الايفورت اللي هو مثلا المجهود بتاعك اللي بتبذله قوتك، ادي اسمها اف الايفورت فورس، والريزيستنس اللود يعني الحاجه اللي عايز تحركها وهكذا، هي دي الار الريزيستنس. والاثنين فورس، الاثنين فورس، واحنا عارفين ان اي فورس الميجرنج يونت بتاعتها نيوتن. يبقى تاني انت عندك اثنين فورس بيأثروا على الليفر بتاعك، حاجه اسمها effort force اللي هي الفورس exerted by a person، خدنا الديفينيشن بتاعها في lesson 1 اللي هو القوه اللي بيبذلها الشخص عشان يحرك الحاجه دي. دي الاف الايفورت فورس، والفورس او القوه الثانيه اسمها ار resistance force اللي هو الجسم اللي بحاول احركه، البادي وي وونت تو موف، التقل بتاعه اللي عامل لي resistance كانه بيقاومني وانا بحاول اتغلب عليه عشان ازقه من مكانه. يبقى انت عندك اتنين فورس او قوتين، واحده اسمها effort force واحده اسمها resistance force، الاتنين الميجرنج يونت بتاعه الفورس نيوتن، الميجرنج يونت بتاعه الفورس نيوتن. هناخد اتنين بقى جداد، تو كونسبتس او مفهومين جداد المره دي في الدرس ده. مش دي الفولكروم النقطه الاس الثابته اللي في النص صح؟ تمام. طب انا لو جيت هنا دلوقتي قلت لك تعالى نشوف الديستنس والمسافه من عند الاف، من الايفورت فورس لغايه الفولكروم، يعني انا هعتبر ان الفولكروم هو الاساس بتاعي، الفولكروم هو الاساس بتاعي، فهقول لك انا همسك الجزء ده كله، الناحيه دي كلها من عند الاف، الديستنس المسافه من عند الايفورت فورس لغايه الفولكروم، المسافه دي كلها هنسميها اسم جديد، هنسميها فورس ارم. مش هي من عند الايفورت فورس؟ ايوه، ممكن تقول لي ايفورت فورس ارم، او ممكن نختصر ونقول فورس ارم على طول. ماشي، طب نقيس على كده الناحيه الثانيه، لو انا جايه بحسب الديستنس او المسافه من عند الريزيستنس فورس الار لغايه الفالكروم هنا، هتتسمى باسم دي، باسم الريزيستنس دي، هيبقى اسمها resistance arm، هيبقى اسمها resistance arm. يبقى انت واخد الايفورت فورس والريزيستنس فورس والاثنين فورسز او قوتين الميجرنج يونت بتاعتهم اسمها نيوتن. جينا نقول النهارده ايه، انا لو ماسكه الحته دي من عند الديستنس والمسافه من عند الايفورت فورس للفولكروم هنا اسمها فورس arm، ولو بقيس الديستانس او المسافه من عند الريزيستنس فورس لغايه الفولكروم اسمها ريزيستنس ارم. والاثنين بما ان هم ديستانس وبما ان هم ارم، هتبقى الميجرنج بتاعتهم الميجرنج يونت يا اما سنتيمتر يا اما متر. تمام، يبقى انا دلوقتي عندي فور كونسبتس او اربع مفاهيم اساسيين في ليسون 2، عندك اثنين فورس واثنين ارم، اثنين فورس واثنين arm. الفورس الأولانية اسمها effort force، ولو قست المسافة من عندها لغاية الفولكروم اللي في النص يبقى اسمها فورس arm، والفورس الثانية اسمها resistance force، ولو قست المسافة من عندها لغاية الفولكروم يبقى اسمها resistance arm.
الاتنين فورس الميجرينج يونت بتاعتهم النيوتن، الاتنين ارم، الفورس ارم والريزيستنس ارم الميجرينج يونت بتاعتهم اسمها سنتيمتر اور متر. تمام، حلو قوي الموضوع، ايه اتفهم، ارسم زيه في الكشكول واعمل كده بالظبط. طبعا انا مش كل مره هاجي اقيس الحته دي الفورس ارم دي تطلع قد دي، مره هتبقى ايكوال بعض وقد بعض، مره هتكون واحده اطول من واحده، واحده اقصر من واحده، اهو على اساس كده بقى احنا بنحدد الليفر بتاعتي او الرفعه بتاعتي دي هتعمل سيف وكونسيرف للايفورت وتوفر مجهودنا ولا لا. فتعالى بص كده على السكند كلاس ليفر الاول، السكند كلاس ليفر. فلما جينا نبص تعالوا نحدد بقى، يعني احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الحته دي المسافه دي من مش الايفورت ده يعني الاف، تمام، واللود الار اهو الريزيستنس يعني، والفولكرم اللي هي الاو. بص كده تعالوا نحسب الفورس ارم، مش انا قلت الفورس ارم هي الديستنس ما بين الايفورت فورس وما بين الفولكروم؟ ماشي، نحسب بقى من اول الايفورت فورس لغايه الفولكروم، الحته دي اسمها ايفورت ارم، الحته دي اسمها ايه؟ ايفورت ارم. تمام كده، نيجي بعد كده نروح قايلين طب انا عايزه احدد برضو الريزيستنس ارم قد ايه، فهقول لك تعالى ناخد الديستنس والمسافه من عند الار اللي هي الريزيستنس فورس لغايه الفولكروم، دي بقى اللي اسمها ايه؟ اللود ارم، يعني الار ايه؟ الار الريزيستنس ايه؟ الريزيستنس ارم. مين اطول في الحاله دي؟ في الحاله دي الايفورت فورس اطول من الريزيستنس فورس. يبقى تاني احنا عندنا في السكند كلاس ليفر اللي بيحصل دايما 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 الايفورت ارم لونجر ذان الريزيستنس ارم، دايما الايفورت فورس ارم لونجر ذان الريزيستنس ارم. طب وده يا ميس معناه ايه؟ يعني ايه الفورس ارم لونجر ذان دايما واطول من الريزيستنس ارم في حاله السكند كلاس ليفر؟ ده معناه ايه؟ هقول لك خد قاعده عامه، ان الارم عكس الفورس انفرسلي، الاثنين عكس بعض. هقولها تاني، الارم عكس الفورس. يعني ايه يا ميس الارم عكس الفورس؟ يعني انا قلت لك هنا مين الطويل، مين الدراع الطويل؟ الايفورت، نغير اللون، الايفورت فورس ارم هو اللي لونجر وطويل. طب مش الايفورت ارم اللي هو الفورس بتاعته اسمها الاف، الايفورت فورس؟ اه، يبقى هي كده طويله ولا صغيره؟ مش احنا قلنا الفورس عكس الارم، ما دام الارم اطول يبقى الفورس نفسها اصغر، يبقى الفورس نفسها ايه؟ اصغر. ما دام الفورس اصغر يبقى الايفورت فورس الاف هتكون سمولر ذان الار، الاف اللي هي الايفورت فورس هتكون سمولر ذان الار، اصغر من الريزيستنس. يعني انا عامله مجهود صغير وحركت حاجه كبيره، يبقى انا كده وفرت مجهودي لما استخدمت الليفر دي. والحاله دي تنطبق على مين؟ على السكند كلاس ليفر دايما. يبقى السكند كلاس ليفر دايما ليهم ميكانيكال ادفانتيجز، ليهم ميكانيكال ادفانتيجز. كلمه ميكانيكال ادفانتيجز يعني بنفيت، يعني مزايا، يعني فوائد. ان هي بتعمل ايه؟ نقول له always save efforts. السكند كلاس ليفر مالها؟ always save efforts. تبقوا معايا، وكلمة save، كلمة save بتساوي كلمة conserve، بتساوي كلمة conserve. فممكن يقول لك save effort، مين اللي بيوفره على طول مجهودنا؟ بيخلوني أعمل مجهود صغير وقدامه أعمل شغلانة كبيرة. بتوفر مجهودي مين؟ مين اللي always save effort؟ أو بدل save يقول لك مين اللي always conserve effort وبتوفر مجهودك؟ أقول له second class level. اقول له سكند مين؟ كلاس ليفر، واربطها لي بالارم، شاور على دراعك كده وسميه ايفورت ارم او فورس ارم، وتمده لفوق كده وتقول انه طويل. يبقى في السكند كلاس ليفر الفورس ارم مالها؟ يلا مد دراعك طويله، يبقى الفورس ارم لونجر ذان ريزيستنس ارم، الفورس ارم مالها؟ لونجر ذان ريزيستنس ارم. تعالوا كده افتح لكم وايت بورد هنا ونكتبها سوا. يبقى احنا عندنا في السكند كلاس ليفر، اكتبوا معايا في كشاكلكم الحته دي مهمه جدا،
ان انا عايزه اتكلم الاول عن السكند. اكتبوا معايا السكند كلاس ليفر always save effort، او يقول لك conserve effort بتوفر، او يقول لك have mechanical benefit ليها فوائد ومنافع. هقول له ليه بقى، همشي له واحده واحده. يلا الاجابه بلون مختلف عشان وانتوا بتكتبوا وتذاكروا. السؤال ده give reason يا جماعه، السؤال ده give reason. تمام، اجي دلوقتي اتكلم عن ايه؟ هو ليه السكند كلاس ليفر دايما اولويز سيف وكونسيرف ودايما بتوفر الايفورت وبتوفر مجهود؟ قلت تفرد دراعك وتسميه فرصه ارم وتقول انه طويل. يبقى هقول بيكوز ان الفورس ارم از لونجر ذان ريزيستنس ارم. هو يعني ايه يا ميس الفرصة ارم اطول؟ اعكسها لي. احنا قلنا كلمة السر اللي ما بيننا، الفرصة عكس الارم، الفرصة عكس الارم، الفرصة عكس الارم. ما دام انت الارم بتاعت الفرصة طويلة، يعني الفرصة ارم طويلة، يبقى الفرصة نفسها صغيرة. ما دام الفرصة ارم طويلة يبقى الفرصة نفسها صغيرة. هقول له سو ان الايفورت فورس، مجهودي اللي انا هبذله وهعمله از سمولر then resistance. ده انا طلعت هعمل مجهود صغير، طلعت هعمل ايه؟ مجهود صغير بس هحرك حاجه كبيره، يبقى انا وفرت مجهودي. الكلام ده امتى دايما يحصل؟ في السكند كلاس ليفل. اكتبوا الاجابه، ان الفرصه ارم لونجر. شاور على دراعك قول ده اسمه فرصه ارم، وفي حاله السكند كلاس ليفل دايما طويله لونجر than الريزيستنس ارم. فالفرصه عكس الارم، ما دام الارم طويله بتاعت الفورس يبقى الفرصه نفسها صغيره، يبقى الفورس الايفورت فورس نفسها مجهودي اللي ببذله سمولر ذان الريزيستنس، اقل من الريزيستنس. فمعناها ان انت كده يعني وفرت مجهودك، عامل مجهود صغير وحركت حاجه كبيره. ده بينطبق على السكند كلاس ايه؟ ليفر دايما، انها اولويز سيف ايفورت ودايما بتوفر مجهودي. تعالوا نكمل. انا همسك صوره ثانيه هتكلم عن الثيرد كلاس ليفر بقى. يبقى انا خدت ان السكند دايما بيوفروا لنا حبايبنا اولويز سيف ايفورت، تعالى نتكلم عن الثيرد. دايما ما بيوفروش، دايما ما بيوفروش. تمام، يعني انت عندك في الثيرد كلاس ليفر، تعالى بص كده، قال لي ان كل دي اهي مثلا دي الايفورت فورس اهي، ماشي، وانا لما وصلتها مع الفولكروم الاو بقت الحته دي اسمها ايفورت ارم اللي هو الفورس ارم. ولما جيت اوصل ما بين الريزيستنس وما بين الفولكروم ادي اسمها ريزيستنس ارم. يبقى هنا في حاله السكند الثيرد كلاس ليفل رافع النوع الثالث، الايفورت ارم قصيره بقى، عارف دراعك اللي كنت عامله طويل في السكند اثره في الثيرد، يبقى في الثيرد ارجع ايدي لورا شويه واقول ان الايفورت ارم اولويز شورتر، always ايه؟ shorter، دايما اقصر من الريزيستنس ار. طب ويا ميس ده معناه ايه؟ هقول لك معناه كلمه السر اللي اخذناها سوا، الفرصة عكس الارم، الفرصة عكس الارم. لما اقول لك ان الايفورت فرصه قصيره، ده معناها ان الفرصة نفسها كبيره، يبقى الايفورت فورس larger than الريزيستنس. يعني انا لما جيت استخدم الليفر دي عملت مجهود كبير جدا، ما وفرتش مجهودي في حاجه، فهي ما وفرتليش مجهودي ولا حاجه. الكلام ده على مين؟ الكلام ده على الثيرد كلاس ليفر. تعالوا بقى نكتب سؤالها، وسؤالها برضو هيكون جيف ريزون. نكتب كده جي ار. هقول السؤال الثاني ان الثيرد كلاس ليفر always don't، اكتبوا معايا في الكشاكيل في الدفاتر، don't save effort
ليه الحالة الثالثة، الليفر الثالثة، النوع الثالث، الثيرد كلاس ليفر، دايما وحشين ما بيوفروا لناش مجهودنا. هم ليهم أهميات تانية من السكس امبورتنسز اللي خدناهم في ليسون 1. يعني هي مش بتوفر مجهودي، طب أنت بتستخدمها ليه؟ عشان بتعمل لك امبورتنس من الستة اللي درسناهم في ليسون 1. ممكن تكون بتعمل انكريز ديستانس أو انكريز سبيد أو انكريز فورس او move force from one place to another، رجعوا الاهميات الستة، avoid danger, accuracy in performance. اقول ايه بقى؟ هفرد ايدي اللي كنت فردها ومسميها فورس ارم وادخلها لجوه شوية، اقول دي شورتر قصيرة، يبقى هقول because ان الفورس ارم always، دايما، ده مش حالات وحالات، ده دايما shorter زين، اكتبوا معايا resistance arm. طب لما الفرصة arm دايما صغيرة، يبقى الفرصة arm عكس الفرصة صاحبتها، يبقى هقول له so ان ال effort force، المجهود اللي انا هعمله is larger than، او ممكن تكتبوها bigger than، اكبر من ال resistance force. ما دام تقولوا الفرصه عكس الارم بقت سهل، ده معناها ان انا ايه؟ ان انا هبذل مجهود كبير جدا، يبقى الليفر دي ما وفرتليش مجهود ولا حاجه. الايفورت فورس لارجر ذان الريزيستنس فورس، واكتبوا كده عشان تفكروا نفسكم، الايفورت فورس بيجر ذان الريزيستنس. انا عامله مجهود كبير في مين؟ في الثيرد كلاس ليفر، يعني الثيرد كلاس ليفر ما بتوفريش مجهود ولا حاجه. Don't save effort، أو يقول لك don't conserve effort، أو يقول لك have no mechanical benefit، ملهاش فايدة في توفير مجهود، لأن الفرصة arm always shorter than the resistance arm، فال effort فرصة وقوة اللي هبذلها larger و bigger than the resistance، أكبر. احنا كده ثبتنا سوا ان في السكند كلاس ليفر حلوين حبايبنا، دايما سيف ايفورت، موفرين مجهودنا. الثيرد كلاس ليفر العكس، اولويز دونت سيف ايفورت، اول ما يقول لك اللي ما يوفروش دايما اولويز دونت سيف ايفورت، هقول له الثيرد كلاس ليفر. لكن الفيرست انا سبتها للاخر بقى ليه؟ لان الفيرست ليها ثلاث حالات. يعني نتخيل ان انت عندك هيل فالكرم اهي، وادي الاف وادي الار، فالكرم اللي هي الام، فجيت اقيس الديستانس دي اللي اسمها فورس ارم، طلعت قد الديستانس دي ايكوال اللي هي ريزيستنس ارم. طب نرسم حاله ثانيه، عندي اهي والفالكرم اهي برضو في النص، لا نجيبها شويه بعيده كده، نرسمها من الاول، نعملها خط كده عشان يبقى واضح. انا هرسم ثلاث خطوط، ادي خط اولاني، وهرسم واحد تاني بلون مختلف شويه، وهرسم واحد تالت اهو. مره هرسم لكم بقى الفالكروم في النص بالظبط، ومره هرسمه هنا، ومره هرسمه هنا، وفي كل الحالات هنا هيبقى الاف، وهنا الار، وهنا الاف، وهنا الار، وهنا الاف الايفورت فورس، وهنا الار الريزيستنس فورس. تعالوا نحسب بقى الحته من عند الديستانس والمسافه من عند الايفورت فورس للفولكرام اسمها فورس ارم، اسمها فورس ارم. طب من عند الريزيستنس للفولكرام اسمها ريزيستنس ارم. ملاحظين الاثنين ايكوال بعض وقد بعضهم، يبقى في الحاله الاولى الفيرست كلاس ليفر او روافع النوع الاول ليهم 3 بوسيبيليتيز او 3 احتمالات. اول احتمال ان الفورس ارم بتساوي الريزيستنس ارم، وساعتها الاف عندك اللي هي الايفورت فورس هتطلع ايكوال الريزيستنس، يعني انا عامله مجهود قد الحاجه اللي هحركها، ما فرقتش معايا، يعني دونت سيف ايفورت، ما وفرتليش، هي اللي كنت نفس المجهود كنت هعمله، ما وفرتليش حاجه. الناحية الثانية ان الفورس ارم يبقى لونجر ذان الريزيستنس ارم. طب ده معناها ايه؟ معناها ان الاف بتاعتك صغننة، اصغر من الار، يبقى انا عملت مجهود صغير. يبقى دي بقى الحالة الحلوة حبيبتنا اللي فيها سيف ايفورت او في توفير للمجهود. تعالى الحالة الثالثة، ان يكون عندك الفورس ارم smaller than الريزيستنس. يعني ايه؟ مش قلنا الارم عكس الفورس؟ لما الفورس ارم صغير يبقى الفورس نفسها كبيره،
الفرصة أكبر من الريزيستنس، ده أنا عملت مجهود كبير جدا ما وفرتليش حاجة. يبقى الحالة دي ما توفرش، الحالة دي ما توفرش، الحالة دي توفر، اللي هي حالة الإيه؟ السكند كلاس ليفر، إن دايما الفرصة أرم تكون larger than و longer than resistance arm، فساعتها الفورس اللي هبذلها صغيره فانا موفره كده مجهودي. دول الثلاث حالات بتوع الفيرست كلاس ايه؟ ليفر. فانا اقدر اقول كده ان الفيرست كلاس ليفر ما اقدرش اقول always save effort زي السكند، وما اقدرش اقول برضو always don't save effort زي الثيرد، لا انا هقول sometimes او maybe، هنقول sometimes او ايه او maybe، يعني ساعات توفر ساعات ما توفرش. يبقى خلي بالكم تاني، احنا اتفقنا مع بعض اني لو بتكلم عن السكند كلاس ليفر هقول انها always have mechanical benefit او ليها ميزة او save effort او conserve effort، بتوفر مجهودي، لان الفورس ارم لونجر دي الحالة الوحيدة اللي بتوفر مجهود و save effort، ان الفورس ارم تكون طويلة اطول من الريزيستنس ارم، فالوحيدة اللي always save effort اقول له second class liver على طول. لكن لما يقول لي ان الليفر دي type of liver always don't save effort، دايما ما بيوفروش مجهودي، هقول له على طول الثيرد كلاس ايه؟ ليفر. لكن لما يقول لك كلمه sometime، احيانا شويه كده وشويه كده، شويه يوفروا شويه ما يوفروش، هقول له طبعا الفيرست كلاس ليفر. هنقول مين؟ الفيرست كلاس ايه؟ ليفر. تعالوا بعد ما راجعنا وذاكرنا الدرس نمسك الايه؟ الشيت، نراجع منه درس اللو اوف ليفر. احنا طبعا اللو او القانون اللي هنحل بيه المسائل، وعلى فكره المسائل مباشره ما فيهاش اي صعوبه، هو انت عندك اربع حاجات. اللو اوف ليفر يقول لك ستيتس، يعني ايه ستيتس؟ يعني ايه هو اللو اوف ليفر؟ هو بيساوي الفورس تايم اتس ارم ايكوال الريزيستنس تايم اتس ارم. عايز تكتب كفه الريزيستنس الاول كفه الارم الاول، مش فارقه. قلنا ان الريزيستنس ارم هي الديستنس بتوين الريزيستنس فورس والفولكرم، لكن الفورس ارم هو الديستنس بتوين الايفورت فورس والفولكرم. الايفورت والريزيستنس مادام فورس بيتقدروا بالنيوتن، لو ارم يتقدروا بالسنتيمتر او بالمتر. تمام، قلنا الفيرست كلاس ليفر طبعا المسائل بتبقى سهله قوي، يجي يقول لك مثلا الفورس كذا والارم بتاع الفورس كذا والريزيستنس كذا، والارم بتاع الريزيستنس عايزين نعرفه، فهتروح كاتب اللو عادي جدا، اللي هو بصوا بقى اكتبوها كده اسهل، نقول فورس تايم اتس ارم ايكوال ريزيستنس تايم اتس ارم، وكل بقى واحده هيديك ثلاثه وينقص الرابعه، تكتب الثلاثه تحتهم وتجيب الرابعه، كأنها مسألة ماث عادية. والله لو أنا كنت بحسب الفورس بعد الرقم هحط نيوتن، لو كنت بحسب الأرم بعد الرقم هحط سنتيمتر أو متر على حسب ما السؤال مديك، غالبا بتبقى سنتيمتر، بس ركز برضو في سؤالك هيديك اليونت. قلنا الفيرست كلاس ليفر ليها 3 possibilities أو 3 احتمالات، فدايما بنقول عليها sometimes، sometimes save effort، يعني أحيانا بتوفر. السكند كلاس ليفر دايما always save effort، دايما بتوفر. الثيرد كلاس ليفر يعني دايما اللي يقول لي always save effort، دايما بتوفر مجهودي، أقول له second. لكن always don't save effort، دايما ما بتوفرش مجهودي، أقول له مين؟ third. ليه؟ لأن أنت عندك الفرصة أرم هنا في السكند دايما طويلة، لكن عكسها في الثيرد الفورس ارم دايما شورتر وقصيره، وزي ما قلنا الفورس انفرس مع الارم، يعني الفورس عكس الارم، الفورس عكس مين؟ الارم. كده لسه انتوا على فكره خلص معانا، تعالوا كده نشوف فيديو صغير يعني في الاخر كده ايه، نصحصح معلومات الدرس اللي خدناه. هنا زي ما انتم شايفين اللو اوف ليفر او قانون الليفرز اللي بنحل عليه، يقول لك ستيتس، كلمه ستيتس يعني اكتبهولي. قلنا هنكتب الايفورت فورس تايم اتس ارم ايكوال الريزيستنس فورس تايم اتس ارم، بمعنى ان انا عندي شكل ليفر دلوقتي موجود قدامي، انا عايزه اعمل ابلاينج، عايزه اطبق اللو اوف ليفر او القانون، هعمل ايه؟ هجيب اي واحده من دول، مثلا هناخدها
وهنحطها. احنا عايزين نعرف امتى الليفر تكون بالانس متوازنه، وامتى يقول لك ان بالانس مش متوازنه. خلي بالكم متوازنه ان يطلع الكفه الاولانيه اللي هي الفورس تايم اتس ارم بتساوي الكفه الثانيه اللي هي ريزيستنس تايم اتس ارم. لو ضربنا الرقمين هنا ملتبلاي والرقمين هنا ملتبلاي وطلعوا ايكوال يبقى الليفر بالانس. هو طبعا هنا في الفيديو قايل لنا ان دي الفورس، حلو. فانا لما اقيس الديستانس او المسافه كده بالمسطره منها لغايه الحته اللي مسنوده عليها الفولكرم يبقى دي اسمها فورس ارم. حاجه اسمها قدامها اللي هي الار، والمسافه الديستانس عندك من الارم لل طبعا الفولكرم اسمها ريزيستنس ارم. كده انا لو حسبت دي ودي ضربتهم في بعض 5 في 6 5 تايم 6 ب 30، لكن الناحيه الثانيه 5 تايم 8 هتطلع ب 40. هم نوت ايكوال ومش قد بعض، يبقى الليفر دي نوت بالانس، مش متوازنه. لكن لما غيرنا المكان تعالوا نعمل ملتبلاي ونضرب الرقمين في بعض، دي بالانس ومتوازنه. ليه؟ لاني لما اطبق اللو في ليفر القانون واقول الفورس تايم اتس ارم واضرب الرقمين في بعض ال 5 تايم 6 وهم يدوكوا الارقام على فكره، والريزيستنس تايم اتس ارم لما نضرب دول ونضرب دول هيطلع الاثنين بالانس ومتوازنين. يبقى انا عايزه من الحته دي ايه؟ جمله هناخدها كده في الاخر، دي بالانس متوازنه اهي. لو الريزلت اوف مالتيبلاينج، يعني انا لو عملت مالتيبلاي وضربت الايفورت فورس تايم اتس ارم طلع برقم، وبعدين اجي في كفه الناحيه الثانيه اضرب الريزيستنس فورس تايم اتس ارم، لو الرقمين طلعوا ايكوال ومتساويين يبقى تقول لي الليفر بالانس. الليفر مالها؟ بالانس، متوازنه. لكن لو رقمين مش قد بعض، ده غير ده، بعد ما عملنا مالتيبلاي وضربنا يبقى مسموش البالانس، يبقى هي مش متساويه. وطبعا انا لازم اخليها متساويه وبالانس ليه؟ تو اتشيف اللو اوف ليفر، او عشان نطبق اللو اوف ليفر. يبقى ده الاساس. هتجي لكم ارقام في مسائل سهله قوي مش معقده، هيديك ثلاث ارقام ويبقى مبقي الرقم الرابع، والمفروض ان احنا نبقى عارفين الرقم الرابع بقى هتحسبها كانها مساله نفع عاديه. قلت لو مطلوب الفرصه هقدرها بالنيوتن، لو مطلوب الارم هقدرها بالسنتيمتر او المتر. لو الرقمين الفورس تايم اتس ارم طلعت، يعني انا بحسب دلوقتي اللو بتاعي بيقول ايه بتاع الليفر؟ بيقول الفورس تايم اتس ارم ايكوال الريزيستنس تايم اتس ارم، بتحل عادي وبيديك ثلاث ارقام والمفروض ان انت تحسب الرابعه، خلصت. لو جالي سؤال احسب لي او اعرف لي الليفر دي بالانسد ولا نوت بالانس، يعني متوازنه ولا لا، اروح واخده دول ضربهم في بعض ملتبلاي طلعت مثلا 30 مثلا، وخدت دول الريزيستنس تايم، خلي بالك الارم اوف ريزيستنس ما تلخبطيش في ده، يعني هنا انا بجيب الفورس تايم الفورس بتاع الارم، وهنا بجيب الريزيستنس تايم او مالتبلاي او باي الارم بتاع الريزيستنس، طلع برضو 30، الاثنين ايكوال بعض وقد بعض، يبقى دي الليفر بالانس متوازيه متوازنه قد بعض. لكن تخيل ده طلع 40 هما نوت ايكوال كده مش قد بعض، يبقى الليفر دي نوت بالانس مش متوازنه. وبس نكون خلصنا كده درس اللو اوف ليفر على فيديو واحد، درس قصير جدا سهل قوي، حتى البروبلمز والمسائل بتاعته واضحه وصريحه. ونكون خلصنا الدرس مع بعض، ونتقابل في فيديوهات ان شاء الله يونت 2 بقى، ونتكلم عن الالكتريك انرجي. مع تحيات ميس عبير سمير.